هي الفار والتحكيم في الدوري المصري، انت شايف برضو النقطة دي ازاي مع اختلاف اشكال كتير والوان كتير في مشاكل كتير بتحصل وبوجود الفار برضو؟ يعني احنا كنا الاول بنشوف المشاكل دي ومفيش فار، يعني هو كان حكم موجود على ارض الملعب فقط، دلوقتي موجود فار وبرضو في مشاكل. خلينا نكون واقعيين بسرعة كده في الموضوع ده. اول حاجة اللجنة الخماسية يحسب لها تقنية الفار، يشكروا شكر كبير جدا ان هم طبقوا تقنية الفار. تمام. النقطة الثانية، دول العالم كله اللي طبقت تقنية الفار عندها اختلاف كبير جدا في القرارات، يبقى عادي، يبقى احنا زينا زي غيرنا. تقنية الفار قصدك ان ده طبيعي؟ او ده طبيعي. تقنية الفار في الدوري المصري اثرت تأثير ايجابي مباشر على الدوري المصري. لما احنا يكون كل الايجابيات دي موجودة واحنا لسه عمالين نعمل مشاكل في التحكيم، يبقى المشكلة مش في الحكام، المشكلة فينا احنا، مش عايزين نتقبل الخسارة. مسؤولين كتيرة في الدوري عايزة تعلق دايما شماعة الهزايم والفشل على التحكيم، حتى لما جبنا له الفار برضه مش عاجبه عمال، وده بان وظهر في مشكلة هدف وادي دجلة اللي في النادي الاهلي. عملوا عليه موضوع وفي الاخر الهدف جدلي، يعني ينفع يتحسب يعني وينفع ما يتحسبش. اختلف عليه كتير يا استاذ. طب انتوا اكتر من حكم دوري اتكلم في النقطه دي، في ناس قالت ان هو جون وفي ناس قالت ان هي مش جون. لا ده للاسف بقى لما حصل الموضوع ده طلع علينا اعلاميين جابوا لنا اهداف بقى لها 20 و30 سنه اتحسبت من تسلل، وبيقارنوا بيقولوا بصوا ده النادي الاهلي بتدوا له الدوري لسه بالمجاملات، اهو الفار اهو، ده حتى الفار بيجامل النادي الاهلي. شوف يعني ايه، احنا دايما عايزين، في ناس في بعض المسؤولين عايز دايما يجر الناس. أيه. يجرهم لمكان تاني عشان خاطر يغطي على فشل، يغطي على مشكلة، يغطي على موضوع. في ناس كده. فالفار ده من ضمن آلة، من ضمن آلات اللي احنا بنقول تصنع الأزمات. احنا عايزين تصنيع للأزمات، أزمة غير حقيقية نخليها أزمة حقيقية بإيه؟ بالتحكيم، بالفار. لا، الفار زاد ورفع من مستوى التحكيم. صحيح. في 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 الدوري، في الدوري شيء المصري ايجابي بشكل، لا شيء ايجابي كبير جدا بخصوص النادي الاسماعيلي ومكسبه النهارده. كنا لا بس انت قول لي قبل ما تنقل النقطه دي عشان احنا خلاص مفيش وقتنا اكتر من كده، بس انت شفت الجون اللي انت شفته بتاع وادي دجله، انت شايفه جون فعلا ولا هو تسلل بفعل؟ 10 حكام احسن من جون اي خبير. ولا مش جون يا استاذ؟ لا، احسن من اي خبير. في ناس قالت هدف وناس قالت مش هدف، يعني ده عليه جدال. يعني مش واحد اللي هيرد بس هيرجع مش تبقى مشكله كبيره. مش هو ما اثرش في نتيجه الماتش ولا اثر في حسم الدوري. ليه الهاله الكبيره وفرقه تقول انسحب وفرقه تقول ده الموضوع بسيطة. كبير الموضوع مش للدرجه دي، وبتحصل بشكل عام في كل الدوريات. لو ما كناش لعبنا الدوري كان زمان مستوى فرق في مصر ايه؟ كنا بنعمل ايه؟ كنا لسه بنتدرب؟ لا، رجوع الدوري فرق كبير جدا. المنتخب ايامه جايه. طيب قبل ما نختم، انت كنت عايز تتكلم عن نقطه الاسماعيلي، اتفضل. مستوى الاسماعيلي والنادي المصري السنه دي صعب جدا. ده بس الاسماعيلي النهارده عامل المباراه يعني اكثر من رائعه. بقى له فتره كبيره جدا المستوى بيتراجع، والمشاكل جوه النادي، واتغلب مباريات كتيره وتعادل، ومكانته في الدوري مش هي دي المكانه. مش هو الاسماعيلي. في ازمه جوه النادي الاسماعيلي. بس لو انت عايز تكلم حد من المسؤولين من النادي الاسماعيلي هتكلم كابتن سعفان. لو قلت للكابتن سعفان ايه هي المشكله عندكم في النادي الاسماعيلي، هيقول لك النادي الاهلي هو السبب في اللي احنا فيه. هو دايما كده يطلع في كل البرامج تقول له الاسماعيلي. بس النهارده الاسماعيلي صراحه عمل ماتش كويس جدا، بدا يرتفع مستواه، بدا يرتفع شكلا وموضوعا وفرقه، وتحس ان هم فاقوا. والماتش اللي فات عمالين يغير في مدربين. تغيير المدربين ده ازمه كبيره. بس واحد زي محمد حمص ده من اللعيبه متهيألي هتشجع الفرقه واللعيبه. محمد حمص كان المغضوب عليه في الاسماعيلي، خلي بالك قبل كده. ما كانش بيشتغل. بس هو